وينضم إلينا من العاصمة الأذربيجانية باكو موفد قنوات أبو ظبي حسين الطنيجي. حسين. نعم محمد، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى حيث اصطف على أرض المطار المزين بأعلام البلدين حرس الشرف تقديرا لقدوم سموه حفظه الله. هذا وسيبحث الرئيسان علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار الشراكة التي تجمع البلدين وفرص تطوير التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية. الجدير بالذكر محمد، ستتضمن الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين البلدين، هذا من جانب، ومن جانب آخر تجهزت باكو لاستقبال رئيس الدولة حفظه الله. هذا ما لمسناه حقيقة في الشوارع الرئيسة حيث تجمع البلدين علاقات وطيدة أكدتها الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين على مدى السنوات الماضية. نعم محمد، تفضل. موفد قنوات أبوظبي لباكو حسين الطنيجي، شكرا جزيلا لك.